إلى ذلك يأتي معرض بايدك 2017 في وقت هام جدا، وذلك نظرا لما يشتمل عليه من محاور وموضوعات هامة تهدف إلى إحلال السلام في المنطقة والعالم. وكذلك يشهد المؤتمر أكبر تجمع للشركات والعارضين الدوليين في مجال تصنيع وتطوير التكنولوجيا العسكرية. تفاصيل أكثر مع يحيى العمري. معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 حدث يعتبر الأبرز من نوعه في البحرين والمنطقة بشكل عام، يأتي بنسخته الأولى بتنظيم من قوة دفاع البحرين لينقل البحرين إلى نقطة استراتيجية وهامة على خارطة المعارض العسكرية لكونه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط كما ونوعا. هذا الحدث الهام الذي تشهده مملكة البحرين يناقش الوسائل الدفاعية الثلاث، البرية والبحرية والجوية، ويعتبر أيضا منصة حصرية للقاء والتواصل بين خبراء قطاع الدفاع مع كبار مندوبي الشركات المتخصص في هذا المجال. ويعرض المؤتمر والمعرض أيضا أحدث المعدات والأسلحة في نظم الدفاع البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة أيضا، وذلك بحضور أكثر من 3000 زائر من مختلف دول العالم ومشاركة معرض دولي، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة كالرماية وعروض المركبات العسكرية ونزول المظليين والسفن الحربية. ويهدف المعرض إلى توحيد جميع الجهود العسكرية والدبلوماسية المشتركة لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمجتمع الدولي ودعم أهداف قوة دفاع البحرين الرامية إلى تطوير قدراتها الدفاعية والعسكرية الحديثة ووضعها دائما في حالة جاهزية قتالية عالية. ومن أبرز ما يميز هذا الحدث هو أنه يسعى إلى استقطاب كبار الخبراء العسكريين، حيث يشهد المؤتمر مشاركات علمية هامة من قبل أبرز الخبراء العسكريين على مستوى المنطقة والعالم، كما يتفرد بالجمع بين المعرض والمؤتمر، وهما سيخدم جميع دول العالم التي تركز جل اهتماماتها على مكافحة الإرهاب. فالمعرض والمؤتمر يمثلان فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء والتشاور حول المستجدات الأمنية الراهنة على الساحة بين الخبراء العسكريين، كما يعتبر المؤتمر ترجمة فعلية على أرض الواقع لمجمل الرؤى والاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها التحالفات الرئيسية المشاركة في هذا الحدث الدولي الهام، وعلى رأسها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأيضا حلف شمال الأطلسي. معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع يساهم بشكل كبير في جذب آلاف الزوار والمهتمين بهذا المجال، كما يسهم في الترويج للمملكة كوجهة سياحية وتجارية متميزة، حيث من المتوقع أن يحضر المعرض والمؤتمر أكثر من 100 عارض ومصنع دولي ومزود لأحدث المعدات والتقنيات والأنظمة العسكرية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 وفدا عسكريا وسياسيا رسميا من جميع دول العالم. ويشمل المعرض منصة عرض ثابتة لاستعراض أحدث الطائرات والمركبات العسكرية، إضافة إلى العديد من العروض والفعاليات العسكرية المتنوعة، ومنها تنفيذ تمارين هبوط مظلي وتمارين للرماية الحية وعروض للسفن الحربية. وعلى الجانب الاقتصادي يتطلع القائمون على هذا المعرض والمؤتمر إلى أن يكون باكورة نهضة صناعية دفاعية متطورة يتم من خلالها إقامة مشاريع ممتدة بين شركات بحرينية وشركات عالمية رائدة، وأيضا جذب استثمارات أجنبية نوعية وما يترتب على ذلك من نقل وتوطين للتكنولوجيا وتدريب العمالة الوطنية وتطوير مهاراتها. هذا المعرض والمؤتمر الدولي الفريد توفرت له كافة أسباب وعناصر النجاح الأساسية من الرعاية والتنظيم وقوة الفكرة والحجم والحضور والهدف، كيف لا وهو يقام تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.